أثار خبر رحيل رمزي شويري أو الشيف رمزي كما يعرفه الناس حالة من الصدمة والحزن لكل من عرفه. هو توفي بأزمة قلبية حادة ألمت به عن عمر 52 عاما. يعني ما أن انتشر خبر وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي حتى سارع الناس وأيضا مشاهير الإعلام والفن إلى نعيه بكلمات مؤثرة. يعني الشيف رمزي كان اشتهر بالتسعينيات بفقرة طبق قدمها على قناة المستقبل لأكثر من 17 عاما. يعني هو راغد طبع ذاكرة الكثير من هذا الجيل، وكان له نمط محبب تفاعلي أدخله على هذه الفقرة، فكان أول من أدخل فقرة التواصل المباشر والاتصالات المباشرة لكل الراغبين والراغبات بسؤاله عن طريقة تطبيق وصفة معينة أو مكونات معينة. يعني سجل أكثر من 3000 حلقة تلفزيونية، وبذلك شكل وجها من ذاكرة التلفزيون الحديثة. كان له أيضا كتابين عن الطبخ، أحدهما حصد جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم، وباع منه أكثر من 650,000 نسخة. كان كله يحوي وصفات جمعها من خلال تجواله في مختلف المناطق اللبنانية. يعني طبعا الشيف رمزي غيابه سيترك أثرا في هذا المجال دون شك. بالتأكيد. أيضا عندنا خبر آخر عن التظاهرات، هذه المرة غير قصة بلبنان. شو قصة التظاهرات وغير مألوفة يقولوا؟ نعم، تحت يعني ألغوا الكفالة أو أبوليش كفالة تحت هذا الشعار، شارك العشرات من العاملات المنزليات الأجنبيات في مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقوقهن وبتحسين ظروف حياتهن، وقبل كل شيء بإلغاء نظام الكفالة الذي يعني يحمل الكثير من الانتهاكات بحقهم وبعض من العنصرية. يعني إن لجهة تهرب بعض أرباب العمل من دفع رواتبهم بحجة الضائقة الاقتصادية، أو لناحية المضايقات التي تطالهم من كان نفسية وجسدية وحتى جنسية في بعض الأحيان. يعني على وقع الأغاني الشعبية والهتافات الثورية، يعني مشينا من منطقة الطيوني في بيروت إلى منطقة المتحف تلبية ليوم العالمي للعاملات الأجنبيات. حملنا مطالبهن على لافتات وأملنا أن تتحول إلى قوانين تحميهن وتحدد وتلزم بأبسط حقوقهن من يعني يوم عمل، يوم فرصة في الأسبوع، وتحديد ساعات العمل أيضا. شكراً يا رينا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.